جمهورية ألمانيا الفيدرالية، البلد الأكبر في أوروبا الوسطى، والذي كانت أراضيه مهدا للثورة الصناعية الثانية، وهي مشهورة بجامعاتها المتقدمة واختراعاتها العلمية، وهي أيضا مصدر الحربين العالميتين التي آذت من خلالهما العالم ونفسها بأدائها الرديء. كل هذه الأشياء أتت من حصاد ذاكرة الناس إلى الانقطاع المفاجئ الطويل والحروب. أصبح الاتحاد والقوة أقوى قوة دافعة للتطور في ألمانيا. في التاريخ المحرف للسنوات المئتين الماضية حول السعي وراء اتحاد الوطن، وفي أرض المفاجآت العالمية المتكررة، ما هي الأحداث المأساوية والمضحكة التي حصلت؟ في 23 أكتوبر 2005، وهو يوم ألمانيا الوطني، لم تشهد البلاد احتفالات على نطاق واسع، وتجمع المواطنون بعفوية أمام بوابة براندبرغ للاحتفال باليوم الوطني لبلدهم على طريقتهم الخاصة. شهدت بوابة براندبرغ، وهي أيضا تعرف ببوابة ألمانيا، شهدت الأحباط الألماني المتموج في البلاد. في 27 تشرين الأول أكتوبر عام 1806، كان نابليون بونابرت هو الغازي المستبد الذي دخل من بوابة براندبرغ كفاتح للبلاد. قاد نابليون الجيوش الفرنسية واكتسح أوروبا كالإعصار الذي يسهل عليه غزو هذه الأرض في وسط أوروبا. جاءت المذلة من جديد وإيقظت الذاكرة الحزينة في قلوب ونفوس الألمان. في القرون العديدة الماضية كانت هذه الأرض التي عرفت أيضا بالممر الأوروبي، كانت أرض معركة لكل أوروبا. كثيرا ما كانت ألمانيا تشكل جيش المرتزقة لتلك القوى الكبرى الأوروبية المحيطة، يمارسون الوحشية حتى في بلادهم. عام 1648، وبعد حرب 30 عاما من الكفاح ضد الهيمنة، وقعت كل الدول الأوروبية معاهدة ويستفاليا، وأكدوا تفكك ألمانيا بشكل قانوني. في ذلك العام قسمت البلاد إلى 314 دويلة فيدرالية من مختلف الأحجام. على الرغم من أنها كانت تتشارك في حمل اسم إمبراطورية ألمانيا الرومانية، فإن كل دويلة كانت تقوم بما تشاء على طريقتها من دون الرجوع إلى السلطة المركزية. عام 1648، عندما اجتاح جيش نابليون هذه الإمبراطورية بعنف، لم يكن لهذه الإمبراطورية المزعومة قدرة على الرد. كانت هناك دولتان فيدراليتان كبريين، بروسيا والنمسا، وكلاهما عانتا من الإخفاق التام. أجبرت بروسيا أيضا على التخلي عن نصف أراضيها، ودفع مبلغ 150 مليونا كتعويض لفرنسا. انهارت إمبراطورية ألمانيا الرومانية انهيارا مدويا. عندما لم يكن هناك حتى بلد بالاسم في هذه الأراضي، تذكر الناس تفجع أحد الشعراء الألمان تشيلر: ألمانيا أين هي؟ لا أستطيع أن أجد المكان. فأجاب غوثي مباشرة، وهو صديق تشيلر: لا توجد أي مدينة ولا حتى قطعة أرض تسمح لنا بأن نشير إلى أن هذه كانت ألمانيا ذات مرة. لو طرحنا السؤال ذاته في فيينا لكان الجواب: هنا كانت النمسا. ولو طرحناه في برلين لكان الجواب: هنا كانت بروسيا. أين كانت ألمانيا؟ هذه القضية التاريخية التي عذبت قلب ونفس كل ألماني. استخدم الشعراء الألمان شعرهم سعيا وراء مستقبل الشعب، واستخدم المفكرون الألمان أحزابهم ليعبروا عن حماستهم، واستخدم الفلاسفة الألمان أفكارهم لاستلهام السيادة الوطنية. الموضوع الرئيس في تاريخ القرن التاسع عشر في ألمانيا كان الاتحاد والحرية،
فيما لم تكن ألمانيا دولة قومية موحدة على غرار فرنسا وبريطانيا. كانت الحركات التوحيدية في ألمانيا في القرن التاسع عشر تسعى كل الوقت إلى الدولة القومية والدولة الدستورية. عام 1814 هزم نابليون على يد الحلف المناهض لفرنسا المؤلف من دول أوروبية أخرى بقيادة بريطانيا وروسيا، وتم تأسيس ألمانيا الفيدرالية المؤلفة من 38 دولة فيدرالية، وكان على رأس كل دولة منها حاكم مستقل، ذلك أن القوى الأوروبية الكبرى لم تكن ترغب في رؤية ألمانيا موحدة تكبر في وسط أوروبا. كان التاريخ يتحمل نتائج تسجيل أحداث المرحلة بسبب تعقيداتها ودقتها، فأقام الغازي المتعجرف نابليون إذلال الناس في هذه الأرض، ولكن ذلك أصبح الدافع باتجاه الاتحاد في ألمانيا، فقد سحق الإقطاعية التي دامت لمئات السنين بالقوة، ونشر مبادئه الزائفة الحرية والمساواة التي تدافع عنها الثورة الفرنسية. متسلحين بتعليمات من فكر الثورة الفرنسية، بدأ الألمان سعيهم للوصول إلى بلد موحد وحر. روتلينغن هي مدينة صغيرة في جنوب ألمانيا تتميز بالجمال والهدوء، وهي تتمتع بتاريخ فريدريك ليست منذ القرنين الماضيين. كان ليست يعتبر من أنشط الشخصيات وأكثرهم تأثيرا في عملية تحقيق وحدة ألمانيا. اعتقد ليست أن ألمانيا ستحارب ضد بريطانيا وفرنسا. عندما تحقق الوحدة لا يمكن لهذا النوع من الوحدة أن يعتمد على الثورة، وإنما على التدابير السلمية. أضف إلى ذلك أن ليست كان واضحا جدا عندما قال إن الوحدة التي لا يمكن تحقيقها بمعركة يجب أن تتحقق تدريجيا، بمعنى أنه كان يعتقد بوجوب تحقيق الحليف الاقتصادي لألمانيا أولا. في القرن التاسع عشر وفيما كان الناس معتادين على حل القضايا القومية بسفك الدماء والحروب، كانت فكرة ليست أساسية. من الاتحاد الاقتصادي إلى الاتحاد السياسي لم تكن هذه بصيرة اقتصادي فذ وحسب، بل كانت فكرة لا تخلو من المغامرة. السبب العملي لطرح هذه الفكرة هو أن التنمية الاقتصادية الألمانية كانت تختنق نتيجة الانفصال. عرض في متحف التعرفة في هامبورغ لبعض العملات التي استخدمتها الدول الألمانية الفيدرالية في ذلك الوقت، وقد وصلت قيمة أعلى عملة في تلك البلاد إلى 6000. إلى جانب العملات غير المنظمة، أنشئت أساليب ضريبية عديدة بين الدول الفيدرالية لجبي الضرائب الثقيلة والظالمة. من برلين إلى سويسرا، إنها مسألة بضع ساعات سفر بالسيارة، ولكن في بداية القرن التاسع عشر كان المسافر يمر عبر 10 دول فيدرالية ويخضع للمعاملات ويستبدل العملات ويدفع 10 أضعاف التعرفة. كانت التعرفة أحيانا تتجاوز قيمة الحمولة. من جهة كانت هذه التعريفات تضر بالتجارة الداخلية، ومن جهة أخرى كانت تقف بوجه التنمية الاقتصادية وبوجه المنافسة على المنتجات في ألمانيا. بالنتيجة فكر ليست في أنه لو سعت ألمانيا المتباطئة إلى التنمية لتصل إلى مستوى الدول الصناعية المتطورة آنذاك
لكان عليها أن تلغي هذه التعريفات الداخلية، وذلك لإيجاد فرص للتنمية الاقتصادية وتحسين تنافس ألمانيا العالمي. ناشد ليست الدول الفيدرالية لتأسيس تحالف التعريفات الألمانية، وبالتالي طاف في البلاد يبشر به، ولكنه طرد من العديد من الدول الفيدرالية الصغيرة. أما ثاني أكبر دولة في ألمانيا الفيدرالية النمسا فقد أسمته أخطر محرض على الإطلاق. السبب هو أن كل دولة فيدرالية كانت كارهة التخلي عن تعريفاتها التي كانت تشكل أهم مصدر للدخل. كان ليست ضعيفا جسديا، ولم تكن لديه وظيفة ومدخول ثابت منذ وقت طويل، ولم يكن لديه مساعد رسمي، غير أن هذا كله لم يحل دون استمراره. فخلال أكثر من 10 سنوات جب ليست على كل دولة فيدرالية تقريبا، وأخيرا قبلت بروسيا أكبر دولة في ألمانيا الفيدرالية باقتراحه. كالأنهار المتدفقة تحت الجليد، كان الاندماج الاقتصادي يتحقق ببطء. كان يوم كسر الجليد قادما لا محالة. في أول ساعة من الأول من كانون الثاني يناير عام 1834، وعلى حدود 18 دولة فيدرالية ألمانية، كانت هناك عربات مليئة بالكامل تذهب وتجيء كالأنهر المتدفقة. للمرة الأولى منذ قرون عديدة لم تحتج أي منها للتوقف لدفع تعريفات العبور. رسخ تحالف التعريفات الألمانية بقيادة بروسيا. رسخ تحالف التعريفات الألمانية، إلا أن فريدريك ليست ظل فقيرا. عام 1846 أقدم ليست الفقير والمريض على الانتحار بعد تلقيه نبأ موت ابنه، ورحل عن ألمانيا ومعه شوقه الذي لا ينتهي لها. رحل ليست بعد جهود دامت لأكثر من نصف قرن. رسمت ألمانيا الموحدة بشكل حيوي. انضمت الدول الفيدرالية إلى تحالف التعريفات الألمانية الواحدة تلو الأخرى، وأصبحت السكة الحديدية التي وضعت ركائزها بروسيا تدريجيا الشريان القوي في هذه الأرض. في منتصف القرن 19 احتل العائد الصناعي العام من تحالف التعريفات المرتبة الثالثة في أوروبا إلى جانب بريطانيا وفرنسا. تحقق الاتحاد الاقتصادي الألماني كان تحقيق الاتحاد السياسي المهمة الأساسية لهذه الثورة، وجزءها الأساسي كانت طبقة البرجوازية. ثم بعثت كل دولة فيدرالية بممثلين عنها لتشكيل المجلس الألماني في محاولة لتأسيس بلد فيدرالي موحد وحر من خلال المفاوضات على غرار الولايات المتحدة. ولكن عندما كان المجلس منهمكا بنقاشات وجدال لا ينتهيان، قام النظام القديم بهجوم مضاد مركز وخاطف. استعادت الدول الفيدرالية الألمانية الملكية المطلقة، وتم استدعاء المستشارين في المجلس الألماني كل إلى دولته الفيدرالية. أدى الفشل الذي منيت به الثورة البرجوازية الديمقراطية عام 1848 إلى عاقبتين خطيرتين. أولا، الاتحاد الألماني لم يتحقق، وثانيا بقيت الملكية المطلقة، وبالتالي فقدت ألمانيا فرصتها في تحقيق الاتحاد عبر السبل السلمية والدبلوماسية. انقطع سبيل تحقيق الاتحاد دبلوماسيا، فكيف ستكمل ألمانيا طريقها نحو الاتحاد؟ من الذي سيحمل المسؤولية التاريخية على عاتقه؟ يقع نصب أوتو فون بسمارك التذكاري في مدينة هامبرغ شمالية ألمانيا. كانت في هذا النصب التذكاري لوحة معلقة منذ 120 عاما، وهي تسجل اللحظة التاريخية لبلد إلى جانب تسجيلها اللحظة التاريخية لشخص.
لم يكن بسمارك ببذلته البيضاء في اللوحة الشخصية القيادية وحسب، بل كان حيويا ومؤثرا في تاريخ اتحاد ألمانيا لدرجة أنه أصبح نموذجا لرؤساء الوزراء في الدول النامية. قطع لي هونغ زانغ المسؤول الرفيع في سلالة كينغ والذي كان يعرف ببسمارك المشرق مسافة طويلة جدا وشاقة لزيارته في ألمانيا. سنتعرف إلى صنع كرة القدم. تتنافس شركات الرياضة باستمرار مع بعضها البعض لصنع كرات قدم تكون أكثر سرعة وكروية. قد تكونون غير قادرين على معرفة كيف يتم صنع كرة القدم إلا إذا ذهبتم إلى أحد المصانع. يصنع خارج الكرة من ورقة من الرغوة، ثم تتم تغطيتها بالرتنج الذي يساعد على حمايتها، وبعد ذلك توصل بطبقة داخلية بالقرب منها، وبالتالي يحضرون الرغوة عبر تغطيتها بالغراء. يستعملون لبن الشجر الذي هو مطاط، يساعد ذلك الطبقات المختلفة على البقاء معا على الرغم من أنها تركل بسرعة تقارب 80 كيلومترا في الساعة، ثم تترك الأوراق على سحاب حتى يصبح الغراء لزجا، ثم تمر الطبقات عبر آلة تقوم بالضغط على الأوراق، وبالتالي يشكلون صلة دائمة. تعطي الرغوة الكرة الطاقة التي تجعلها تطير فوق الحذاء الذي يركلها. ليست الصورة النهائية للكرة مهمة فقط بالنسبة إلى لاعبي كرة القدم، بعيد من السوق للفعل مشاركة في مزاج جموعة من الفتيان لذة الشعب الذي يعرض للبيع عشرات القطع العمري الكبير من عالم استقبال للضيوف من الجميع. حافظت على الخيول العربية الأصيلة نتيجة ارتفاعه الذي يصل إلى 7 أضعاف. بايع الشرق ومحب رياضة الكفة الصعبة يرفع الهدف الأكثر للداخل من الأفضل على زيادة حجم التصدير. النعامة طائر غريب وعجيب إلى حد ما، فهناك أشياء عديدة هامة وغريبة حولها وفي حياتها، حيث تعتبر النعامة أكبر الطيور الحية. تبذل النعامة ما في وسعها لتركض بسرعة كبيرة مستعملة جناحيها الصغيرين للتوازن، وتعد النعامة الأسرع في الركض من بين الطيور في العالم، فهي قادرة على الركض بسرعة 50 ميلا في الساعة، وهي قادرة على الحفاظ على هذه السرعة لمسافة 0.5 ميل على الأقل. رأس وعنق النعامة هما تقريبا عاريان من الريش، رجلاها طويلتان كل منهما بإصبعين فقط، وهي الطائر الوحيد الذي يمتلك هذه الصفة. أما عن الريش، فريش الذكر أي الديك بني غامق أو أسود مع ذيل أبيض، أما الأنثى وهي الدجاجة فلونها قاتم جدا، وهي أصغر من الذكر. وليس للنعامة صوتا مفردا، لكنها تطلق معظم السنة ضجيجا شبيها بالصفير المرتفع، لكن عندما يحل موسم المعاشرة
تطلق الذكور زئيرا هادرا عميقا مرتفعا يمكن لنا أن نسمعه من مسافة بعيدة. يربى النعام تجاريا لريشه الجميل، وحصاد الريش لا يؤذي هذه الطيور، فقد يتم الحصاد الأول قبل أن يبلغ الطائر سنة من العمر، وفي كل مرة يتم الحصاد ينمو له ريش جديد. المشاركة في مزاد مجموعة من الفتيان غربة شعبية يعرض للبيع عشرات القطع العمري الكبير من أعلى استقبال للضيوف من الرجال. حافظت على الخيول العربية الأصيلة نتيجة ارتفاعه الذي يصل إلى 7 أضعاف. بايع الشاق ومحب رياضة تحت الزحمة يرفع الفائدة الأكثر للداخل من الرجال. زيادة في حجم التصدير وتسهيل الحصول. فوضى فوضى اضطرابات غضب أحزاب سياسات قمم ومؤتمرات رؤى وتوجهات أمزجة متقلبة حشود هائلة صرخات هادئة قناة المجد الوثائقية عين على الحياة. قيم أوكوبو توشيميتشي وهو وزير الداخلية الأول بعد حركة ميجي الإصلاحية في اليابان نفسه بسمارك اليابان: بأي طريقة سيتمكن بسمارك من أن يسيطر على اتحاد ألمانيا؟ في 30 من أيلول سبتمبر عام 1862 دخل بسمارك إلى البرلمان كرئيس معين حديثا لحكومة بروسيا، وألقى هناك خطابا قويا قال: لا يمكن حل القضايا الحالية المهمة من خلال الخطابات وقرارات الأغلبية، ومن ثم حصول حرب شرسة واقعة لا محالة. لا يمكن تحقيق الهدف إلا من خلال الدم والحديد. سمى الشعب بسمارك بعد خطابه هذا برئيس وزراء الدم والحديد. قال بسمارك جملته الشهيرة: يمكننا تحقيق ذلك من خلال تعزيز سياستنا العسكرية، يمكننا تحقيق ذلك من خلال مساعدة الجيش وليس من خلال الحصول على الأغلبية في البرلمان. كان بسمارك رجلا سياسيا شديد الذكاء، ولم يكن لاعبا أو مقامرا، ولكنه كان شخصا يتمتع بمعرفة وحس تاريخي. من بين الدول الأوروبية التي طالبت بقوى متوازنة، أخذ بسمارك فعاليات العلاقات الخارجية على عاتقه بشكل قاطع وحيوي. ضمن الثبات لبريطانيا بكل الوسائل، ودعم روسيا في إخماد ثورة بورتلاند بغية الحصول على صمت روسيا بالمقابل، وأبرم الاتفاق الشفهي لدمج لوكسمبورغ وبلجيكا وغيرهما من الأراضي بفرنسا من أجل كسب حياد فرنسا بالمقابل. من وجهة نظر بسمارك، لا يوجد أي مبدأ غير قابل للتغيير في التاريخ، ولا دولة غير قادرة على التحالف، ولا بلد بعيد عن أن يكون عدو البلد الأم. بعد استخدام اللعبة السياسية إلى أقصى حد في العلاقات الخارجية، أظهر بسمارك أخيرا شعار الدم والحديد. عام 1866 فتحت بروسيا النار على النمسا بعد أن عملتا معا قبل عامين على إلحاق الهزيمة بالعدو الشمالي القوي الدنمارك. لطالما اعتبر بسمارك بروسيا دولة قوية، وهذا ما كان ظاهر للعيان في ذلك الوقت. أضف إلى ذلك أنه كان يحاول استطلاع فكرة فهم السياسة،
وهذا مهم جدا كفن ممكن تطبيقه. بناء عليه عرف بسمارك كيف تنظر الدول الأوروبية الكبرى الأخرى إلى مسألة توحيد ألمانيا. لم يكن بسمارك واثقا من الانتصار في هذه الحرب، ما أفسد ساحة المعركة. في النهاية انتصرت بروسيا وحادت النمسا عن ألمانيا الفيدرالية. صاح بسمارك وهو يضرب على الطاولة: لقد هزمتهم شر هزيمة. بعد 4 سنوات اندلعت الحرب الفرنسية البروسية. دخل الجيش الألماني إلى ضواحي باريس مباشرة وقبض على الملك الفرنسي الذي كان على وشك خسارة الحرب. أزيلت آخر العوائق في وجه توحيد ألمانيا. في 18 من كانون الثاني يناير عام 1871 ومعدوي المدافع في باريس، كانت قاعة المرايا في قصر فرساي على بعد 20 ميلا. في هذه المرايا المعبرة عن سلوك الأباطرة الفرنسيين المتعجرفين، كانت هناك صور بروسية كثيرة. في اليوم ذاته أعلنت الإمبراطورية الألمانية ولادتها في القصر الفرنسي. كان ذلك بعد 65 عاما على دخول نابليون إلى بوابة براندنبرغ. ظهرت دولة قومية ألمانية موحدة جديدة العهد. بعد حوالي 70 عاما من السعي المضني، أي نوع من البلاد بنته ألمانيا؟ ما الذي ستأتي به هذه الدولة التي لم تشأ القوى الكبرى الأوروبية أن تراها تنهض؟ جاءت ألمانيا متأخرة، ولكن بالنتيجة أذهلت العالم بأسره بظهورها، لأنها تخطت فرنسا في عدد سكانها وفي إجمالي إنتاجها القومي وكمية إنتاج الحديد والفحم وطول السكة الحديدية فيها، إلى جانب بريطانيا التي سيطرت على أوروبا لمدة قرن. تطورت ألمانيا لتصبح دولة كبرى تتطلب اهتماما بعد أن كانت بلدا تائها في اليأس مع إجراءات مختلفة. من بين هذه الإجراءات وأهمها أنها أولت اهتماما كبيرا في صقل مؤهلات الشعب، وجعلت منها أساسا لإعادة إحياء البلاد. قال المارشال جراف فون مولثي الذي غزا فرنسا واعتقل أيضا ملكها إن انتصار بروسيا كان مقررا منذ قدم برامج المدارس الابتدائية. تقع كايتر في أقاصي الشمال الألماني بالقرب من الدنمارك. كان هذا المكان قبل 180 عاما أبعد وأقل تطورا في مملكة بروسيا. اليوم ما زالت مدرسة كايتر الابتدائية المكان الذي يدرس فيه الطلاب، وفي الوقت عينه هي متحف المدرسة الابتدائية التي حافظت على المظهر الأصلي المنافس لبروسيا في كل ألمانيا. كانت هذه خريطة تستخدم في صف العلوم الطبيعية عام 1820. في ذلك الحين تعلم الطلاب كيف كان شكل سور الصين العظيم على بعد 10,000 كيلومتر عنهم. كان بإمكان الطلاب تعلم الأجناس المختلفة والبيئات الحياتية على أنواعها في القارات الخمس. يمكنهم في مختبرات المدارس الابتدائية أن يقاربوا أحدث ما توصلت إليه المعرفة في العلوم الطبيعية. سجل جدول منهاج الدراسي هذا الحصص التي أعطيت آنذاك، من جغرافية العالم إلى العلوم الطبيعية إلى علم الحساب إلى الألمانية والكتابة والدين والرياضة البدنية. كانت المدارس شبه مجانية، تدفع أقساطها بما تيسر من مقتنيات، وكان كل غياب يقابل بعقاب شديد، وهنا كان يوضع سجل العقوبات في المدرسة. في بروسيا كان لواجبي التعلم والخدمة العسكرية الاعتبار نفسه عند المواطنين،
ولكن على الدولة أن توفر فرص التعليم للسكان. بدأ نظام التعليم المجاني في منتصف القرن التاسع عشر، وبلغ معدل تسجيل الأولاد من ذوي الأعمار المناسبة عشية توحيد ألمانيا 97.5%. على الجيل الجديد أن يتعلم منذ البداية ألا يعيش لنفسه فقط بل للشعب كله. منذ عهد غزو جيش نابليون أشار الملك البروسي ويلهلم الثالث القضية الألمانية وقال: على هذا البلد أن يعوض عن الخسارة الجسدية بقوة العلم. صحيح، لأن العلم ضرورة بسبب الفقر. أنا لم أسمع قط ببلد هلك بسبب التطور العلمي. خلال فترة تبسيط التعليم المدني أسست بروسيا الجامعات الحديثة التي أولت اهتماما متساويا بين التعليم والبحث العلمي. عندما كانت بروسيا ما تزال تدفع تعويضات ضخمة عن الحرب لنابليون أسست برلين جامعة هامبلت. أخرج الملك آخر ممتلكات العائلة وقدم قصر الأمير الكبير ليكون المبنى الدراسي للجامعة. في هذه الأثناء وافق على طلب اقترحته الجامعة بوجوب أن تدعم البلاد التعليم والنشاطات العلمية، ولكن من دون أي تدخل بالنشاطات الأكاديمية والتربوية. كل هؤلاء العلماء في الجامعات الألمانية يعتبرون أنفسهم علماء ألمانيا. إن أهمية هذا المفهوم هي كما قال المؤلف الشهير فاغنر: إن العلماء سيكرسون أنفسهم للعلوم من تلقاء أنفسهم من دون أي اعتبار للمصالح الشخصية. إن التفاني شكل السبب البالغ الأهمية لنهضة ألمانيا لتصبح من القوى الكبرى في العالم. لعبت الثقافة والفلسفة والعلوم في ألمانيا الدور الأهم، فقد ظهرت أحدث الجامعات الأوروبية في ألمانيا كنماذج لبلدان أوروبية أخرى مثل جامعة برلين التي أسسها هامبولت. خلال عملية العصرنة الألمانية كانت التربية والعلوم والجامعات مهمة جدا، على عكس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. كانت التنمية الصناعية الألمانية أقل تطورا من نظيرتها البريطانية، ولكنها سارت على طريق التجديد بطريقتها الفريدة من نوعها. أنشأت الثقافة العامة مواطنين من ذوي المؤهلات العالية، فيما جلبت الجامعات الابتكارات والاختراعات لألمانيا، وأصبح الذكاء من أهم الموارد القومية. بناء عليه قادت ألمانيا في القرن التاسع عشر الثورة الصناعية الثانية، وأخذت لنفسها الموقع المتقدم في العالم في مجال التنمية العلمية والتكنولوجية. ظهرت مجموعة مهمة من الاختراعات في ألمانيا في أوقات قصيرة. بين عامي 1851 و1900 وفي جانب الابتكارات والاختراعات العلمية الكبرى، بلغ عدد الإنجازات الألمانية 200 وإنجازين، متخطيا بذلك مجموع الإنجازات البريطانية والفرنسية مجتمعة، واحتلت المرتبة الثانية عالميا. ما زالت ألمانيا حتى يومنا هذا واحدة من أهم البلدان في المجالين العلمي والتكنولوجي. عام 1871 وبعد 40 عاما على الاتحاد، خطت ألمانيا خطوة كبيرة في التنمية الاقتصادية. احتل إنتاج الحديد والفحم المرتبة الأولى في أوروبا، واحتل إنتاج الصناعات الكيميائية المرتبة الأولى في العالم. وبحلول عام 1910 فقد إنتاج الصناعي الألماني الإنتاج الأوروبي مجتمعا. مؤسسا على التربية والعلوم، اكتشف بسمارك أن نموذج التنمية قد أدرك البلدان النامية، وجعل من البلاد قوة كبيرة لتعزيز الاقتصاد، وسمح للسياسات القومية والقوانين أن تلعب دور المرشد لطريق الاقتصاد، وأن تستغل قوة البلاد لإنشاء أقدم نظام للإنعاش الاجتماعي في العالم. فازت هذه المقاييس إلى حد ما من خلال العيوب الموجودة في السوق الاقتصادية الحرة التي أطلقتها بريطانيا، وبالتالي وفرت خيارا جديدا لبعض البلاد النامية على طريق التطور. عندما يعجب الناس ويندهشون لنهضة ألمانيا، فإنهم دائما يهملون أمرا واحدا، وهو أن التنمية السلمية نسبيا هي التي ساندت كل هذا، والشخص الذي أوجد هذا الوضع السلمي هو بسمارك.
لقد كافح من أجل فرصة التنمية لبلاده التي كانت تقيدها باستمرار قوى كبرى أوروبية أخرى. من المتعارف عليه أن بسمارك يختلف عن نظرائه السياسيين في ذلك الوقت، إنه يفكر بطريقة مختلفة ويعمل بالسياسة بشكل غريب. وعلى الرغم من أنه وافق على تأسيس جيش قوي، إلا أنه رفض استخدام الجيش لتوسيع بلاده، بمعنى أنه وعلى الرغم من أن بسمارك كان يأمل في أن تصبح ألمانيا بلدا قويا في وسط أوروبا، إلا أنه كان يعتقد بأن على ألمانيا أن تحمل مسؤولية ضمانة السلام في كل أوروبا لتفادي الاضطرابات في عهد نابليون التي أدت إلى تدمير كل بلد على حدة وسممت بالنتيجة العلاقات بين البلدان. إلا أن هذا الرجل الذي دافع بقوة عن التوازن بين الدول الأوروبية كان يكبر في السن شيئا فشيئا. يظهر هذا الرسم الكاريكاتوري الذي يعود للعام 1890 مشهد إجبار بسمارك على الاستقالة وبداية سيطرة الملك ويلهلم الثاني على كل ألمانيا. ما سجله الرسم الكاريكاتوري كان في الحقيقة نقطة التحول في استراتيجية ألمانيا القومية. في تلك اللحظة كانت ألمانيا الموحدة والقوية التي لطالما أقلقت أوروبا قد بدأت بالإحباط، وكان القلق في طريقه لأن يصبح حقيقة. بعد مجيء ويلهلم الثاني إلى الحكم قام بتغيير كبير في السياسات الداخلية والخارجية التي اتبعها بسمارك، لأنه في عملية التنمية السريعة تغلغل أرستقراطيو العسكرية البروسيون والبرجوازيون المحتكرون في ألمانيا، تغلغلوا واتحدوا جميعا في وقت كان مستحيلا على ألمانيا أن تسير على طريق الديمقراطية والنظام البرلماني. من جهة أخرى كانت ألمانيا في ذلك الوقت تشهد تطورا اقتصاديا وصناعيا سريع الوتيرة، وكانت مصانعها المتطورة وعلومها وتكنولوجيتها مرتبطة إلى حد بعيد بالعسكرية البروسية. فأدى اتحاد الاثنين مع بعضهما البعض إلى تحول ألمانيا بسرعة إلى إمبراطورية عدوانية ومتعجرفة، وبالنتيجة صاح ملك ألمانيا ويلهلم الثاني قائلا ومتكبرا ومتعجرفا: إنما أرادنا الله أن نسيطر ونحكم كل الشعوب. بعد تتويجه أصدر الملك المتعجرف ويلهلم الثاني أول مرسوم إمبراطوري له بعنوان إلى جيشي، وادعى فيه: إن الجيش وأنا متماسكان ونحن نساعد بعضنا بعضا. عام 1913 عندما تجاوزت ألمانيا بريطانيا في كل الجوانب وأضحت تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث القوى الاقتصادية مباشرة وراء الولايات المتحدة، كانت المركبة الحربية الألمانية قد بدأت سيرها. عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى ولحقتها الحرب العالمية الثانية عام 1939. أصبحت ألمانيا المسرح الأصيل للحربين العالميتين في التاريخ البشري. اليوم وفي أكثر المراكز التجارية ازدهارا في برلين هناك تمثال حديدي اسمه برلين. أعيد طرح المسألة ثقيلة الوطأة عن وجود ألمانيا، أين كانت ألمانيا؟ وعلى ألمانيا أن تجيب من جديد. بعد الحرب العالمية الثانية أعلنت ألمانيا الفيدرالية أنها بدأت بدفع تعويضات هائلة للقتلى ولعائلاتهم التي بقيت مضطهدة من قبل الفاشيين الألمان، وأدرجت وزارة التعليم في كتب التاريخ لائحة بالفظاعات التي شكلت الجزء المركزي من الكتاب، وشددت على أن المهمة الأساسية التي يجب أن تعتبر مسؤولية هي تثقيف الجيل القادم والحؤول دون تكرار المذابح التاريخية.
عادت ألمانيا وتحملت مسؤوليتها التاريخية بعد ارتكابها لأفظع المذابح والحروب التاريخية. في 23 أكتوبر عام 1990 وبعد تفكك دام 14 عاما عادت ألمانيا وتوحدت من جديد، وثبت هذا التاريخ ليكون اليوم القومي لألمانيا. توحدت ألمانيا من جديد ولم تعد تعتمد على الدم والحديد، بل توحدت بالسلام كما قبل 120 عاما. أوجد الألمان المفاجأة الاقتصادية مرة أخرى بجهود جيل واحد. أصبح هذا البلد الذي خاض حربين عالميتين ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. بصفتها عضوا أساسيا في الاتحاد الأوروبي، وجدت ألمانيا أيضا طريقة لتعزيز نفسها من خلال تنمية أوروبا. ألمانيا أين هي؟ لعل الجواب موجود في قرنين من السعي الدؤوب. في هذا الاستكشاف الطويل لم يعد الصعود والهبوط ذاكرة جماعية وحسب، بل كتبا تاريخا لا ينسى للبلاد الكبرى التي نهضت أو التي تنهض اليوم.